بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأبناء بالآباء وشرف الآباء بالأبناء، يتجلى بفضله على من يريد ويفعل ما يشاء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وقدوة العلماء والأولياء سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأصفياء الأتقياء. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام البصيري قدس الله روحه: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. ويقول رحمه الله ورضي عنه في موضع آخر: آل بيت النبي طبتم، وطاب المدح لي فيكم وطاب الرثاء. فبين اصطفاء الأمهات والآباء وطيبة الأبناء الذرية والأبناء، يحدثنا فضيلة الدكتور عيسى صديقي، إمام أستاذ بمسجد سيدي بالقاسم بولاد سيدي إبراهيم بمدينة بوسعادة، وأستاذ بجامعة مستغانم، يحدثنا بمحاضرة موضوعها بنو هاشم الأنساب والذرية، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أودع في أصداف شرائف الأنساب جواهر وزواهر الأحساب، وزين سماء مفاخر الأحساب ببواكير الأنساب. اصطفى الله آدم واصطفى منه ذريته، فجعلهم شعوبا وقبائل، فقال: وجعلناكم شعوبا وقبائل. وخلع على الخليل إبراهيم خلعة المحبة، وفد المبجل إسماعيل، وأكرمه بأن زينه بحسب سيد ولد عدنان. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، معراج النقاوة البشرية وخلاصة الذات البشرية، سيدنا ومولانا محمد النبي التهامي العربي، اللهم صل وسلم على روحه في الأرواح، وصل وسلم وبارك على جسده في الأجساد، وصل وسلم وبارك على آله في الآل، وصل وسلم وبارك على قلبه في القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة نور، وصل وسلم وبارك عليه صلاة سرور وحبور. إذا ذكر الحبيب ونحن جمع، ترى كلا له شأنا عراه، فمنا من يعيش على سرور، ومنا من يموت على هواه، ومنا من يذوب كماء شمع إذا شوق المحبة قد صلاه. أيها الحضور الكريم، شيخنا الأجل المبارك سيدنا الشيخ الشريف الحسيب سيدي محمد بالقائد، حفظكم الله ورعاكم وأدام بقاءكم وأكرم المسلمين ببقائكم ونفع الله بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ساداتنا الأشراف والعلماء، الحضور الكريم، حييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام عند الله السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، في هذا المجلس الأزهر الأغر المبارك كلفنا بموضوع له من الله الحظوة، وفيه من الله عز وجل الاصطفاء، إذ هو عنوان اصطفاء خالص لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع موسوم
ببني هاشم الأنساب والذرية. وهذا الموضوع أيها الأحباب يتناول الخلاصة الآدمية نسباً وحسباً وذرية، ألا وهو سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندلف بحضراتكم إلى مظنات الموضوع، من الواجب الأوكد أن نعرج تعريجة ولو خفيفة على ماهية هذا الموضوع وعلى التعرف على النسب. النسب الذي هو موضوع اهتم به العرب وازداد اهتمام الإسلام والمسلمين به، علما أيها الأحباب أن النسب هو تلك العلاقة التي تربط الإنسان بأصله وتجعله مناط فخر واعتزاز. ولذا اهتم العرب وكانوا من بين الأمم الكبرى التي اهتمت بعلم النسب. فالعربي الذي لا يعرف من نسبه شيء يكاد أن يكون لا صلة له بأصله. ولذا قال القاضي بن عبد ربه صاحب العقد الفريد: واعلم أن العرب هم أول الأمم اهتماماً بالأنساب والأحساب، ولو لم يكن لهم هذا الاهتمام لفنوا وبادوا. ولذا نجد أيها الأحبة أن العربي قبل أن يعلم ولده مشاغل الحياة وكيف يسيرها يعلمه أسماء آبائه ويوقفه على نسبه، فيحفظه من الآباء قرابة 20، حتى أن صاحب الجمهرة وصاحب اللباب قال: إن العربي القح هو الذي يغرس في ولده أرواح آبائه ومناقبهم كي لا ينحرف قيد أنملة عما اختطوه له. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام العرب بأنسابهم. إلا أن هناك مقولة تناولها القاضي بن عبد ربه وذكرها ابن خلدون في المقدمة، فقال: قد يقول قائل أنه لا طائل من تعلم الأنساب، ولكن هذا السؤال مغلوط وممجوج من عدة أوجه. الوجه الأول أن النسب هو عنوان الشخص في ذاتيته كما يقول ابن خلدون. والسبب الثاني أن النسب له صلة طينية بحقيقة الإنسان، فيحمله على أن يقاوم مظنات الحياة بلا انقلاب وبلا تلكؤ. فاهتم الإسلام كما اهتم العرب من ذي قبل بالأنساب وتحفيظ الأنساب لأبنائهم، ولما جاء الإسلام اهتم به أيضا كما اهتم القرآن أول ما اهتم بهذا النسب وبهذا الاختصاص. فراح القرآن الكريم يقص علينا قصصا في ميلاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويقص علينا القرآن الكريم كثيرا من مواقف جمة جرت في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويرجعها إلى أصولهم. فسمى صورة من القرآن الكريم بصورة آل عمران، والآل هم الأهل وهم النسب وهم المحتد وهم الأصل الذي يرجع إليه. كذلك الله عز وجل حينما خاطب السيدة مريم قال لها بقوله: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. أراد أن يرجعها إلى أصلها وأن يذكرها بأصلها وأن يذكر القوم بأصلها بأن الأصل طيب والثمرة طيبة. أيها الأحباب،
اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين، قام الحبيب صلى الله عليه وسلم في وسط قريش وراح ينادي عليهم بطنا بطنا، فقال يا بني عبد الدار، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم. وكان عليه الصلاة والسلام يرجع إليه في كثير من مواقف عجز عنها الصحابة كي يتعرفوا على أنسابهم، وكان يرجع الصحابة الكرام إلى سيدنا أبي بكر الصديق الذي هو نسابة زمانه، فأرسل سيدنا حسان بن ثابت وقال له ارجع يا حسان وتعلم من أبي بكر أنساب قريش. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن بني العنبر بن عمرو بن تميم وقال إلى أين يصل نسبهم يا رسول الله، فقال هم إلى إسماعيل يصلون، أي إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام. ورد المصطفى صلى الله عليه وسلم بني أرفدة، رد إليهم ملك الحبشة الأكبر. وهكذا أيها الأحباب نعرف ونتعرف على أن النسب هو مظنة بحث اهتم بها الإسلام، كما اهتم الصحابة الكرام واهتم بهذا التابعون. فكان الإمام سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه يعلم أبناء التابعين، يعلمهم الأنساب، وكان سيدنا عقيل ابن أبي طالب يفرش طنفسة أو طنفسة يفرشها عند الجدار القبلي في مسجد سيدنا ومولانا رسول الله ويذكر أيام قريش وأنسابهم. هذا إن دل على شيء أيها الحضور الكريم يدل على أن النسب محل اهتمام من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الاقتداء بسيدنا رسول الله اهتم التابعون واهتم المحدثون، فكان لديهم علم الجرح والتعديل الذي هو علم يهتم بأنساب المحدثين وعلم الرجال. فكان الإمام البخاري والإمام الذهبي والإمام الزهري والإمام ابن جرير الطبري يرجعون في رواياتهم كثير ويردون كثير من الروايات على أساس أن الرجل لا نسب له في العلم ولا أصل يشفع له. أيها الحضور الكريم، لما اهتم المسلمون بالأنساب اهتم به الأشراف أيضا، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا للحفاظ على أنسابهم. والحفاظ على النسب مظنة شرعية، فراحوا يجعلون الضوابط والقواعد للحفاظ على النسب. والأشراف من آل البيت رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعليهم من الله السلام نصبوا أنفسهم على سدة الحفاظ على هذا النسب الشريف. ولهذا نجد أن العلماء الذين اهتموا بالأنساب واهتموا بشرف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا للنسب النبوي الشريف جعلوا له اهتماما كبيرا، علما بأن الذي اهتم به أولا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبيبنا عليه الصلاة والسلام كان ولا يزال يعلم الأمة أن هذا النسب هو محط قربى إلى الله عز وجل. واهتم علماء الأمة واهتموا بالنسب وبالشرف وجعلوا له ثمرة. هذه الثمرة قال عنها صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري وإمام النسائي والإمام الترمذي عن سيدنا مولانا رسول الله أنه قال تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم، فإن تعلمه محبة للأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأجل ومرضاة للرب سبحانه وتعالى. فثمرته
قربى من الله عز وجل وإلى الله عز وجل. ولهذا تناولته الأحكام الشرعية، تناولته الأحكام الشرعية فجعلته مناطا لكثير من الأحكام التكليفية، فتراوح مرة ما بين فرضية العين فأصبح تعلمه فرض عين، ومرة تراوح ما بين الكفائية فأصبح فرض كفاية. قال العلماء وقال جمهور العلماء: واعلم أيها المسلم أن العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أهله ومعرفة نبوته ومعرفة رسالته فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم، بل ويجب عليه أن يتعلمها. ولذا قال أحدهم: وواجب في حق ذي التكليف معرفة بالنسب الشريف. حق المكلف وواجبه أن يتعرف على شرف سيدنا ومولانا رسول الله ونسبه عليه الصلاة والسلام. وأيضا من باب الكفائية أن المؤمن ينبغي أن يتعرف على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنسابهن وعلى كل ما يحيط بهن في حياتهن عليهن صحائب الرضوان. أيها الحضور الكريم، إن الشرف، كل الشرف في الانتساب إلى سيدنا مولانا رسول الله، فهو شرف لا يدانيه شرف، ومكانة لا تدانيها مكانة، وهذا فضل من الله عز وجل. ولذا قال الحبيب: إن الله اختارني. وقال في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه ورواه الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق واختارني في خيرهم خلقا، صلى الله عليه وسلم. وقبل القبائل فاختارني في خيرهم قبيلة، واختار البيوت فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نسبا، صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. وهذا شرف ما بعده ولا يدانيه شرف ولا فوقه شرف. ولذا لما يذكر الأشراف وآل البيت فإنما هم شرفوا بانتسابهم لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أمير المؤمنين في الحديث الإمام سفيان الثوري رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث المرفوع فقال عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل البيوت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبته إلى بني هاشم هي من أفضل النسب، فهو صلى الله عليه وسلم هاشمي قرشي. قال سيدنا الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سئل عن بني هاشم فقال: بنو هاشم أفصح وأنصح، بنو هاشم أفصح وأنصح. علق على هذا القاضي بن عبد ربه والحافظ بن عبد البر في الاستيعاب، علقوا على هذا فقالوا أن الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال بأن بني هاشم وهم آل البيت وهم عمدة آل البيت وركيزة آل البيت هم أفصح لسانا وهم أنصح كلاما للناس، لذا كان فضلهم باد للعيان، ولذا كان فضلهم ظاهر لكل قاص ودان. ففضل بني هاشم هو من فضل مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتم الناس بذكر مفاخر هؤلاء والتعريف بهم، فألفوا في النسب النبوي الشريف، ألف الإمام الديماني المجلسي المالكي في أنساب النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذكر بني هاشم، وألف الإمام محمد بن عبد الرحمن ألف في نسب سيدنا مولانا رسول الله فقال: هو محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو النسب الشريف الذي شرف بانتساب سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فسيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام هو سيدنا محمد بن السيد عبد الله ابن السيد عبد المطلب. ولو سمحتم أيها الأحباب لجعلنا تعريجة على هذا النسب الشريف المبارك، ما دام عنوان مداخلتنا هاته هو بنو هاشم الأنساب والذرية، فعلينا ومن حقهم علينا أن نتعرف وأن نعرف الناشئة والأجيال بهذا النسب الكريم المبارك وبما يحوط به من فضائل وأفضال. فالسيد عبد الله والد سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشريف الحسيب السيد عبد الله ابن السيد عبد المطلب الذي نذر إن أكرمه الله عز وجل بعشر من الولد ليذبحن واحدا منهم، فكان السيد عبد الله هو ذلك الفداء الذي وقع عليه الاختيار، وكان في كل مرة لفرض حبه إياه يريد أن لا يكون هو الذبيح، ولكن تأبى إرادة الله أن يقع الاختيار حتى وقع الفداء له بمئة رأس من الإبل، فوقع الذبح على المئة، ففرح عبد المطلب بهذا الاختيار. وكان السيد عبد الله صبيحا وضيئا جميلا بهيا، وأراد عبد المطلب أن يكافئه وأن يسر عليه من بعد الفجيعة التي كانت قد تقع عليه، فأراد أن يزوجه، فأخذه في طريقه إلى أخواله بني النجار. وفي الطريق التقى عبد المطلب وعبد الله برقية بنت نوفل، وهي أخت ورقة بن نوفل، وكانت عابدة متنسكة، فنظرت إلى السيد عبد الله وقالت: هل لك أن تتزوجني؟ فنظر إليها وقال: اللهم لا، أما الحرام فالممات دونه شرف وكرم، أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه. يحمي الكريم عرضه ودينه بالأمر الذي تبغينه. ثم صرف، فلما عقد له والده على السيدة آمنة بنت وهب. السيدة آمنة بنت وهب هي زوجة سيدنا ومولانا عبد الله، أم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآمنة بنت وهب ابنة عبد مناف نظمها أحد النظام فقال: آمنة وهب كذا عبد مناف، وزهرة كلاب خذهم باعتراف، فتلتقي مع النبي في كلاب وفقنا الله إلى نهج الصواب. فتلتقي مع سيدنا مولانا رسول الله في الجد الرابع. ثم عاد السيد عبد الله إلى تلك الناسكة المتعبدة فنظر إليها ونظرت إليه وأراد أن يجربها، فقال لها: ألك في الزواج والأمر الذي تريدين؟ فقالت: أما الساعة فلا. فقال: ولما؟ قالت: زال النور الذي كان على وجهك، زال النور الذي كان على وجهك، وانتقل إلى آمنة الزهرية. فعلم أنها تريد، كانت تريد ذلك النور، ولطالما يبلغ المنى الأذكياء. عبد الله بن عبد المطلب واسمه عامر، وكان يدعى بشيبة الحمد ويلقب بالفياض، ويلقب بالفياض، وكان كريما جوادا، ترك عبادة الأصنام في حياته، وكان عبد المطلب يطعم الطير، وكان يتأسى بالأخلاق التي رضيها وأقرها الإسلام،
كالنهي عن قتل المؤودة، وكذلك البعد عن الخمر والزنا والمحرمات، وكان يأمر بقطع يد السارق، وكان لا يترك جوار من استجار به. ولما جاء برهة الحبشي إلى هدم الكعبة وأخذ له 100 من الإبل، نظر إليه أهله وقال: قد أخذ أبرهة إبلك، فرد الإبل ورد البيت ورده عن البيت. فذهب إليه وطلب مقابلته وقال: رد إلي إبلي. قال: قد كنت أنظر أنك كبير، ولكن حينما طلبت مني الإبل سقطت من عيني. فقال: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فإن للبيت ربا يحميه. وحماه الله عز وجل، وحمى الله عز وجل بيته. فكان عبد المطلب شريفا كريما جوادا. هاشم ابن عبد مناف، واسمه عمرو، ويلقب بعمر العلا، وكان يلقب بقمر البطحاء لجماله ولبهائه ولنوره. وكان عبد مناف هو الجد الثالث لسيدنا، الجد السادس لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هاشم بن عبد مناف ابن قصي، وقصي هذا كان يسمى بمجمع قريش، وكانت العرب لا تعرف يوم الجمعة إلا عن طريقه، وكان يجمعهم ويعظهم ويذكرهم بأن في آخر الزمان سيبعث نبي وهو من نسله ومن سلالته، حتى أنه كان يقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، ليل نهار ضاح وليل ساج، إلى أن يقول: أيها الناس صلوا أرحامكم واحفظوا أصهاركم وعظموا هذا الحرم، فإنه والله سيكون له شأن عظيم، سيكون له شأن عظيم. إلى أن قال: وسيرسل الله نبيا في آخر الزمان وهو من ولدي، وإن قريشا ستخرجه، ويا ليتني كنت معه لأنصرنه نصرا كبيرا، ولترقلت فيها ترقل الفحل. ثم يقول بعدما يذكر هذا الكلام وهذه البشارة، ثم يقول: يا قوم اتبعوه ولا تخلوا سبيله. هذا النسب أيها الأحباب، هذا النسب الكريم، هذا النسب الشريف الذي كان لسيدنا رسول الله فيه مضرب كبير. وكان يقول صلى الله عليه وسلم عن جده إلياس: لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمنا، على جد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توقف النسب عند سيدنا رسول الله إلى سيدنا عدنان، أوقفه هو فلما عده وقال: كذب النسابون، أي فوق عدنان كذب النسابون. لماذا؟ لما فيه من التحريف والدجل والزيغ والضلال. أيها الأحباب، إن هذا الشرف الكريم وإن هذا الشرف العظيم الذي حظيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل منه إلى أولاده وإلى أحفاده. فهو عليه الصلاة والسلام بعدما تزوج بالسيدة الوضية الرضية خديجة بنت خويلد عليها سلام الله، أم المؤمنين، ولدت له من الأولاد الذكور، وولدت له البنات عليهم جميعا سلامات الله وبركاته. فسيدنا رسول الله مات له الأولاد الذكور، وانتقلوا في حياته الشريفة إلى الرفيق الأعلى إناثا وذكرانا، إلا السيدة فاطمة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني. فالسيدة فاطمة بقيت حتى انتقال مولانا رسول الله إلى الرفيق الأعلى بستة أشهر. وكان النسب الشريف قد امتد من سيدة فاطمة إلى سيدنا الحسن والحسين، الذين قال عنهما سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين
سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. والحسن والحسين سبطان، دخلت عليه السيدة فاطمة رضي الله عنها وهو في لحظاته الأخيرة صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، هذان هما ابناك فورثهما. فنظر إليهما وقال بعدما نظر إلى الحسن: الحسن له هيبتي، له هيبتي، والحسين له سؤددي وشجاعتي. فكان سيدنا الحسن أشبه الناس بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه إلى صرته، وكان سيدنا الحسين أشبه الناس بسيدنا ومولانا رسول الله من رجليه، وكان له صلى الله عليه وسلم كامل المحبة عليهما، فكان يجلسهما. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنهما دخل عليه فنظر إليهما ونظر إلى سيدنا الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يخطب، فتكلم عليه الصلاة والسلام ثم قطع خطبته الشريفة المباركة ورجع إلى أرض المسجد ونزل وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وحمله صلى الله عليه وسلم في يده وصعد إلى المنبر. أيها الأحباب، هذا هو سيدنا رسول الله، وهذا هو شرفه، وهذا هو نسبه الشريف المبارك، وهذه هي ذريته وعترته المباركة الذين ورثوا الأفضلية والخيرية عليه. فكما كان صلى الله عليه وسلم كريماً جواداً شجاعاً، ورث سيدنا الحسن الكرم منه. دخل عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة فلم يجد الحسن والحسين، فقال: يا فاطمة، أين ابناي؟ إلي بهما. فلما جاءت بهما إليه اعتنقهما وقبلهما وراح يشمهما ويضمهما ويقول: هما ريحانتاي، هما ريحانتاي، صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه هو الابن الأكبر لسيدنا علي ومولاتنا فاطمة الزهراء. ولد سيدنا الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه 16 ولدا، 11 ولدا ذكرا وخمسة إناث، ولكن الله عز وجل يأبى بطلاقة قدرته ألا يكون امتداد هذا النسب الشريف المبارك إلا من اثنين: سيدنا الحسن المثنى وسيدنا زيد ابن مولانا الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. وامتد نسب سيدنا الحسن المثنى رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث أعقب 6 من الولد وبنتان: أم كلثوم وزينب رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وانتشرت الذرية، الذرية الصالحة، الذرية المباركة، انتشرت في المشرق والمغرب، ولكن ذرية سيدنا الحسن كان انتشارها في المغرب أكبر ما يكون، فهم من ذرية سيدنا عبد الله المحض، وعبد الله المحض من ولده محمد النفس الزكية، وسيدنا محمد النفس الزكية أنجب أولادا كثر، منهم سليمان ومولانا إدريس، إدريس الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومولانا إدريس أنجب 14 ولدا، 14 ولدا، كان منهم مولانا إدريس الأصغر، ومنه تفرعت الأشراف. فقال أهل التحقيق: وانقسم الأشراف في الحجاز أي في المشرق والمغرب إلى شقين، فكان الحسنيون في الحجاز وفي مصر وفي الشام وفي العراق، انقسموا إلى 4: الموسويون وهم حسنيون، والسليمانيون، والهاشميون بنو هاشم وهم أمراء الحجاز من مكة والمدينة، والقتاديون، 4 منهم تفرعت أشراف المشرق. وأما المغرب
فكان انتشار أشراف المغرب كله من مولانا إدريس الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما الحسينيون فأجمع المحققون على أن الحسينيين من سيدنا الحسين بن علي، فقد أعقب 6 وقال بعضهم 5، لم يخلف إلا ولم يعقب سيدنا الحسين إلا من واحد، ألا وهو سيدنا علي زين العابدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبقي هذا النسب في المشرق، وبقي ينتقل من العراق إلى الشام إلى الحجاز إلى تلك البلدان، وما انتقل الحسينيون إلى المغرب إلا القلة القليلة. أيها الأحباب، مناقب هؤلاء السادة كثيرة، فمما يذكر أن ساداتنا أهل البيت رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكان منهم وكان شيخهم سيدنا عبد الله المحض، فكان يلقب بشيخ بني هاشم، وكان خطيبا فصيحا بليغا، وكان يترجز الشعر ترجزا، وكان يقول: نحن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نحب الناس ونرحم الناس اقتداء بخلق جدنا صلى الله عليه وسلم، كما قال سيدنا علي زين العابدين رضي الله تبارك وتعالى عنه وعليه من الله السلام. وكان يقول دوما بعدما يجلس في مجلس علمه، يقول: نحن آل بيت النبي رحمة، كما أن جدنا المصطفى رحمة، فقد قال الله تبارك وتعالى عليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأحباب، إن الكلام عن نسب سيدنا مولانا رسول الله كلام يحلو وكلام يطول، ولكن من الواجب الأوكد أن نعرج على بعض التعريجات وعلى بعض المواقف التي كان آل البيت الكرام يتناولونها ويتعاملون بها بين الناس. فكانوا يعلمون أمة سيدنا رسول الله كيف يكون الإيمان، وكيف يكون الحب، وكيف تكون الطاعة، وكيف تكون التقوى. فها هي السيدة نفيسة العلم رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي الشريفة الحسيبة النسيبة، كان سيدنا الإمام الشافعي يتعلم عنها، وكان يجلس بين يديها، وكان كثيرا ما يرسل إليها ويسألها الدعاء، فتقول له: متعك الله بالصحة ومتعك الله بطول البقاء. حتى كان في آخر أيامه، وكان قد وعك وعكا شديدا ومرض مرضا كبيرا، أرسل إليها الدعاء فقالت له: أسأل الله أن يحسن لقاءك به، أسأل الله أن يحسن لقاءك به. فلما أوصلوا هذه الكلمة إلى سيدنا الإمام الشافعي، طأطأ رأسه وقال: اللهم آمين. فلما تنامى إليها خبر انتقاله إلى الرفيق الأعلى، أي سيدنا الشافعي رضي الله عنه، قالت: رحم الله الشافعي، فقد كان يحسن الوضوء. لا إله إلا الله، رحم الله الشافعي، فقد كان يحسن الوضوء. الإمام الشافعي الذي ملأ طباق الدنيا علما، علموا الدنيا كيف يكون الكرم، علموا الدنيا كيف يكون الفهم عن الله. سيدنا الإمام جعفر الصادق، لما جاءه أحدهم وقال: إني أشكو إليك ظلم الناس إلي، قال: عجبت لمن ظلم من الناس، وعجبت لمن سلط عليه الأذى، كيف لا يلجأ إلى قول الله تبارك وتعالى: وأفوض أمري إلى الله، فإني سمعت الله. أراد أن حينما الرجل يقرأ القرآن فإنه ينبغي أن يعتقد أن المتكلم من جراء القراءة هو الله، وينبغي أن يسيخ أذنيه إلى سماع كتاب الله. فإني سمعت الله عقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هذا هو الفهم عن الله، وهذا يظهر لنا جلي واضح
في فهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن تعاليم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يفهم عن الله، فانتقل هذا السر إلى آل بيته. يروى أن سيدنا محمد النفس الزكية جاءته جارية فأهدت إليه طاقة أزهار، أي باقة ورود، طاقة أزهار وأهدتها إليه، فأخذها وابتسم وكان الحضور ينظرون إليه، فقالوا له: أتراك أعجبت بها؟ قال: أعجبت بها وأعجبت بأدبها وسمتها. ثم قال: يا جارية إلينا. فنظرت إليه وقالت: يا سيدي عذرا. قال: أهديت إلينا طاقة أزهار؟ قالت: رضي الله عنكم يا سيدي. فقال لها: أنت حرة لوجه الله. فقال له أحد الجلاس: لماذا قابلت طاقة الأزهار بهذا العتق؟ قال: لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأعملت القرآن فهما عن الله في هذا. هؤلاء هم السادة وهؤلاء هم الرادة، وجب علينا أن نتأدب معهم، فكان من حقهم علينا أن يتأدب معهم وأن تذكر مناقبهم وأن نسيخ بآذاننا إذا ما ذكرت أسماؤهم ومناقبهم. ولله در سيدنا الإمام عبد الوهاب الشعراني الذي هو سليل بيت عترة النبوة، ولكن جده هو سيدنا محمد بن الحنفية، فهو سليل ملك، سليل ملك، جده السابع هو ملك من ملوك تلمسان المباركة، وهو سليل بيت النبوة من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه من ولده محمد بن الحنفية. يقول في مننه الكبرى: ومما أكرمني الله تبارك وتعالى به أني أعظم آل البيت والأشراف، أعظمهم تعظيما يليق بجناب جدهم، تعظيما يليق بالملوك وبرؤساء الأمر، وإني لأتأدب معهم في حضرتهم وفي غيبتهم، ووالله ما مددت رجلي تجاه جهة شريف كان في بلدي، ووالله ما مددت رجلي تجاه شريف كان في بلدي، وإني لأرى في تلامذتي ألا يقدم واحد منهم على الزواج من شريفة حتى يكون كفءا لها. فينبغي له أن يعظمها وأن يتأدب معها، وما ذاك الأدب والتأدب إلا لعظيم معرفة جناب جدها صلى الله عليه وسلم. وهذا إعمالا منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي والإمام النسائي والحافظ أبو يعلى الموصلي رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، أن المصطفى قال عن سيدنا أبي ذر الغفاري، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي من بعدي. ورجاله رجال الصحيح، خيركم خيركم لأهلي من بعدي. وكان يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي. وهذا آخر ما خطب به صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي والترمذي عن سيدنا زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه في مكان خارج المدينة يسمى بخم، نظر إليهم صلى الله عليه وسلم وقال بعدما ذكرهم بالعترة وبالقرآن، ثم ختم وقال: الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي. هذه العترة المباركة، هذا الشرف الذي لا يدانيه شرف، تعلمت الناس منه ولا زالوا يمدون الدنيا، ولا زالوا يمدون الدنيا بعلمهم. وما هناك أدل من هذه المجالس المباركة، مجالس الزهراء التي أقامها شيخنا رضي الله تبارك وتعالى عنه ومتعنا به وحفظه ورعاه وأكرمنا بحياته يا رب العالمين، فهي تعلم الناس كيف يكون الأصل المبارك وكيف يكون المسلم الحقيقي، هذا المسلم الذي
يرتشف رضاب الإيمان من معين بيت آل النبوة. والله أيها الأحباب، لا معين ولا رضاب ولا منبع يليق لاستقامة الدنيا ولا أهلها إلا معين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالأشراف وآل البيت علموا الدنيا كيف تكون التربية، كيف يكون العلم، كيف يكون التواضع. بعدما عظمهم الصحابة كما قال ابن عمر لما التقى بسيدنا عبد الله بن عباس وأشد بركابه وشد بركابه وأخذ يده وقبل يده ورجله وقال لا تفعل هذا يا ابن عمر، فقال له سيدنا عبد الله بن عمر لا تقل هذا، فهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فتقبيل رأس الشريف وتقبيل يده واجب على الأمة، والخضوع لتعاليمهم والخضوع لهؤلاء الرجال هو من المكنة الشرعية، من التمكن، من تمكن الإيمان في القلب وتمكن المحبة، محبة سيدنا ومولانا رسول الله. وقد علموا الدنيا كيف يكون الجهاد وكيف يكون العلم وكيف يكون الخير وكيف يكون الصلاح. وما هناك أدل على هذا الفضل والفيض والمدد كمشايخ السلسلة المباركة وكمشايخ الطرق المباركة. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أبي الحسن الشاذلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان دوما يقول اللهم يا ربي يا كريم الفضل يا عظيم يا جزيل النوال ويا عظيم المكان، اللهم إنك قد أعطيتنا قبل أن أسألك، اللهم أكرمنا بصحبة نبيك وارض عنا ببركة نبيك وأكرمنا بشفاعة نبيك. هكذا نقول أيها الأحباب، اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، نسألك يا الله أن تكرمنا في هذه المجالس، مجالس الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها وعليها من الله السلام، أن تكرمنا برضاك وبشفاعتها وبشفاعة والدها سيدنا ومولانا رسول الله، وأن تكرمنا بشفاعة أهل السلسلة أجمعين وبشفاعة شيخنا وبشفاعة الأحباب والعلماء والفضلاء والصالحين. اللهم احفظ لنا بلادنا ببركة هذه المجالس يا رب العالمين، واحفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بحب آل البيت قاعدين، واحفظنا بحب آل البيت ونحن في حلنا وترحالنا بفضل منك وكرم وجود يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. اللهم مكن محبتهم في قلوبنا، ومكن محبتهم في قلوب أبنائنا، ومكن محبتهم في ساحنا، ومكن محبتنا يا محبتهم يا رب العالمين في قلوب أبناء الأمة الإسلامية. آمين آمين آمين. ورضي الله عن شيخنا ورضي الله عن آل بيت نبينا. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور على هذه الجولة المباركة الكريمة في ساداتنا أهل البيت أنساب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تناسل من مولاتنا فاطمة الزهراء من الذرية الكرام. من غير إطالة ننتقل إلى السؤال الأول، راجين من المولى عز وجل أن يبارك في الوقت لسؤالين أو ثلاث. الأول يقول صاحبه: أشرتم إلى وجوب الأدب مع ساداتنا أهل البيت، فهل لكم أن توضحوا معنى الطهارة المقصودة في قول الحق سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. للسؤال شقين من الإجابة. الشق الأول أن الله تبارك وتعالى لما قال في الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الشق الأول هو إرادة الحق تبارك وتعالى، والتي بيّنتها لام التعليل في كلمة ليذهب، واللام ها هنا جاءت بعد إرادة الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فإرادة الله أظهرت هذا التطهير. حتى أن فضيلة الشيخ الشعراوي عليه رضوان الله رحمه الله قال إن الله تبارك وتعالى طهر آل البيت من الرجس والرجز، طهرهم من الرجس والرجز. فالرجس
كل ما هو مادي، وأما الرجز فكل ما هو معنوي. ولذا نجد أن الله تبارك وتعالى جمع في آية واحدة لفظة الرجس، فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال سادتنا من أهل العلم أن هذا التطهير هو تطهير مادي ومعنوي، وما ذاك إلا لقربهم من مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل البيت هم أهل العباءة، وآل البيت هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بما ذكره الإمام الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني والإمام القرطبي وابن جرير الطبري أن أهل البيت هم زوجاته صلى الله عليه وسلم وأهل العباءة والكسب. شكراً، بارك الله فيك فضيلة الدكتور على هذا التوضيح والاختصار، من أجل أن نستفيد بسؤال ثاني. تفضلتم بذكر مصطلح الأشراف، فهل كان يعرف السلف من الصحابة الكرام أو التابعين هذا المصطلح، أم أنه ظهر في وقت متأخر عن زمن السلف؟ الله، بسم الله. إن مصطلح الشرف أو الأشراف ما كان معروف في زمن الصحابة، كما قال الحافظ ابن حجر، ولكن مصطلح الشرف الأشراف ما عرف إلا بعد مدة من الزمان، حيث كان الأئمة الأعلام بعدما ألفوا في بعض كتبهم كانوا يقولون الشريف العباسي والشريف الجعفري والشريف الحسني والشريف الحسيني، وهذا مما عجت به الصفحات في كتاب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي. إلا بعد مدة في زمن الدولة الفاطمية فإن لفظ الشرف خص به آل بيت سيدنا الحسن ومولانا الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وخصوا أيضا بلباس مخصوص وبشارة مخصوصة، ألا وهي الشارة الخضراء، الشارة الخضراء التي كان يلبسها الأشراف، حيث كان بنو العباس يلبسون السواد وغيرهم يلبس لباسا مخصوصا، وآل البيت خصوا باللباس الأخضر. شكرا فضيلة الدكتور، ومشكور كذلك على هذا الاختصار الواضح. ختاما سؤال الأخير، وقف النسابون عند سيدنا عدنان بإشارة نبوية وقال عليه الصلاة والسلام كذب النسابون بعد ذلك، ألا ترون كيف يمكن إزالة الإشكال أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب محفوظ ومع ذلك لم يرفع إلى سيدنا آدم؟ بوجه آخر، ما الحكمة في عدم رفع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسبه الشريف من بعد سيدنا عدنان إلى سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام؟ بارك الله في هذه المسألة اختصر الحكم فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علم الأمة وعلم الأجيال نسبه الشريف، فوصل بنسبه صلى الله عليه وسلم إلى السيد عدنان، ثم قال كذب النسابون، وهذا أمر توقيفي وليس توفيقي. لماذا؟ لأن من فوق عدنان اختلف أهل النسب، فقال بعضهم هو عدنان ابن أدد ابن أد ابن شالخ ابن يعور ابن فالخ ابن إسماعيل. إلا أن الإمام السهيلي ذكر وقال لا يعقل أن يكون بين عدنان وسيدنا إسماعيل ست من الأجداد، فهو إلى العشرين أقرب. فلما تباعد الأمد توقف النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يقع الناس في الخلط بين الأنساب، لأن الله قال وقرون بين ذلك كثير. شكرا فضيلة الدكتور، بارك الله فيكم سيدي، حفظكم الله، جزاكم الله كل خير على هذه المعاني والمعارف الجليلة حول ساداتنا أهل البيت.
جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما لم نعلم، وزادنا حبا وتعظيما وإجلالا لساداتنا أهل البيت. جزى الله عنا شيخنا خير الجزاء، بارك الله لنا فيه وحفظه الله لنا، وحفظ الله بلادنا وسائر بلاد المسلمين بمحبة ساداتنا أهل البيت وساداتنا الصحابة الكرام وكل السلف الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.